الرئيس السيسي يواجه بمواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل. واشنطن تؤكد مواصلة عملياتها العسكرية ضد داعش الإرهابي في سوريا. الرئيس الصيني يؤكد تقدم المباحثات في ملف التجارة. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل والتوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية على المحاور والطرق الجديدة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية ومحافظ البنك المركزي، شدد السيسي على مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة لانتهاء من المشروعات القومية الكبرى. فيما أشار المتحدث باسم رئاسة السفير بسام راضي إلى أن الرئيس السيسي وجه كذلك بمواصلة التصدي للتعديات على أملاك الدولة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن العسكريين الأمريكيين المخطط لخروجهم من سوريا ما زالوا يواصلون حاليا عملياتهم ضد تنظيم داعش الإرهابي هناك. وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنه يتم التركيز حاليا على تنفيذ عملية متوازنة بين محاربة داعش الإرهابي وبدء سحب القوات العاملة في سوريا، وذلك لضمان عدم ترك مساحة لتحرك الإرهابيين في شرق الفرات. هذا ورفضت المتحدثة التعليق على صحة تقارير إعلامية عن مغادرة الدفعة الأولى من القوات الأمريكية للأراضي السورية. طالب رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من البرلمان تأجيل التصويت على وزيري الداخلية والدفاع. وبحسب الوثيقة التي تحمل توقيع عبد المهدي، فإن تأجيل التصويت على مرشح الوزارات الأمنية يأتي بسبب استمرار المباحثات بين القوى السياسية حول المرشحين للمنصب. قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس إن هناك فرصة بنسبة 50% لاحتمال وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك إذا رفض البرلمان اتفاق بريكزيت الشهر المقبل. وقال فوكس وهو من المؤيدين البارزين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لصحيفة ساندي تايمز إنه إذا لم يصوت مجلس العموم البريطاني لصالح الاتفاق الذي توصلت إليه مي مع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكزيت، فإن احتمال وقف هذا الاتفاق أو تنفيذ الانسحاب من دونه سيكون بنسبة 50%. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد مكالمته الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وبكين ترغبان في إحراز تقدم ثابت في العلاقات بينهما. ونقلت وكالة الصين الرسمية عن بينغ قوله إن الصين والولايات المتحدة تعملان على تنفيذ شروط الهدنة التي توصلتا إليها في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك لتهدئة الحرب التجارية الدائرة بينهما. واعتبر الرئيس الصيني أن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم باتت في مرحلة مهمة، مشيرا إلى أن بلاده تعلق كثيرا على تطوير العلاقات الثنائية مع واشنطن. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري xnews.tv. إلى اللقاء.